أكيد عفا، ختام حلقتنا راح يكون ختام مسك، موضوع كتير صحيح. مهم بهم الأمهات بالدرجة الأولى والعائلة اللي عندها أطفال واستقبلت العطلة الصيفية، وهي يمكن في حالة ضياع شوي من أنه تستغل هاي العطلة بطريقة مفيدة وممتعة بنفس الوقت. في بعض الأشخاص يمكن لهلأ أو بعض العائلات ما قدروا يخطوا الخطوة الأولى لحتى نحن نستثمر هاي العطلة وأشهر الصيف بطريقة صح. شو رأيك عفا؟ أكيد فرح، لازم يعني حتى الطفل من شان ما يصير عنده خمول حتى بأفكاره وبعقله وبنشاطه حتى البدني، يعني بيخف هلأ ممكن بالصيف وخصوصا مع هاي درجات الحرارة، لابد من انه تكون بعض الأنشطة الترفيهية يلي بتنشط من عقل وشخصية وجسد الطفل بشكل عام. رح نحكي اليوم بحوارنا عن أهمية هاي الأمور عند الطفل وكيفية استثمار هاي القصة عند الطفل. اليوم مع حوارنا مع الخبيرة التربوية المحاضرة في جامعة دمشق وموجهة تربوية في دمشق الأستاذة يسرى عباس. يسعد صباحك. يا أهلا وسهلا. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك مرة ثانية. اليوم لما بنقول عطلة صيفية بعض العائلات بتحس عبء حقيقي، بتقول إمتى بدنا تجي المدرسة ويرجع الانضباط والنظام لحالتنا المعيشية. أشخاص آخرين بيشوفوها هي فرصة لصقل مهارات الطفل. خلينا نحكي عن العطلة الصيفية، كيف نستثمرها بطريقة صح؟ طبعا نحن بنسميها عطلة، هي عبارة عن استراحة يعني ما بين فترة الفصل وفصل الدراسي، يعني بالنسبة لطلاب المراحل الانتقالية وليس الشهادات. الشهادات مستمرين طبعا حسب رأي الأهل وحسب الواقع. بالنسبة للأطفال، يعني نحن بنحكي على الأطفال الحلقة الأولى من الأول للسادس أو من طلاب الانتقالي، هدول اللي عندهم عطلة يعني سابع ثامن عاشر حادي عشر، هدول عندهم استراحة بالصيف. فالأم بالبيت إذا عندها أكثر من ولد، يعني شو في المشكلة؟ شعروا إن المدرسة كانت بمثابة إنه هالولاد مو حاسة بوجود إذا كان أكثر منه، فبتشوفي يعني نحن صحيح بيكون على انتظار كل هالأطفال ناطرة العطلة الصيفية على أحر من الجمر، على كثر الأهل مواعدينهم بكرة بناخذكم على الصيف على البحر، بناخذكم نزهات طالعتكم، فالطفل موعود بهالعطلة مو مصدق. فهنا نحن بالأصل الأطفال طاقة ويعني بيحبوا الحركة، فما بالك إذا ما في دوام. المقصود بالعطلة يعني ما في فيقة الصبح، ما في استيقاظ، صار عندنا اختلال بالنوم، صار اختلال بوجبات الفطور وجبات الطعام، صار في خلل ضجيج بالمنزل، الأب ما تحمل، يعني إذا الأب كان عنده طبعا ما في قليل هلا من الآباء اللي عم تقعد مع أولادها بالبيت، أغلبه دوامين ثلاثة، هاي الصراحة يعني هاي اللي عم فلذلك نحن هالأطفال أكثر شيء عادي مع الأم، فهي اللي بدها تنظم لهم وقتهم، هي اللي بدها تعمل جدول، تقول لهم يلا كل يوم مساء هلا بس نخلص أكل تستريحوا بتعملوا. طبعا بالبيت في لازم يكون في مجموعة جدول إلها مخططة كل السنة، إما بتجيب لهم ألعاب منوبلي مثلا، ألعاب منشطة للذكاء إذا كانوا خامس سادس رابع يعني بيفهموا فيها، ألعاب شطرنج، مجلة ألغاز. طب منها في جوز أطفال ما بيعرفوها اللي تحت الأربع سنوات ثلاث سنوات سنتين، ممكن تجيب لهم تلوين، دفاتر مجلات كلها تلوين. يعني إحنا مجرد الأم تقعد معهم تفهم كل واحد، تاخذ فكرة عن تنظم لهم وقت اللعب، يعني هي مثلا والاستيقاظ والنوم والراحة. مثلا عندها بالبيت هلا انتهت العطلة دوام، تعالوا رتبوا معي غراضكم، ثيابكم، كتبكم، دفاتركم، إذا كان ولدين ورا بعض ثالث رابع مثلا أو خامس ثالث بيستفيد من دفاتر أخوه، تقول له تعال نقول لك إياهم بكره بتشوف، تستفيد منه المسائل المحلول. يلا أنت يا بنات تعالوا ساعدوني ترتيب الخزانة، يعني إذا شاركتهم وعطتهم مسؤولية بالبيت هيك قدرت نظمت للبعض. شوفي بتستثمر طاقة هالأطفال، بجوز طفلة له روح اعمل الحنفية زبطها مع مرخية، هون علمته انه ما تضلوا مي نازل يعني تطفي الضو، علمته انه ما يصير هدر كهرباء، يعني بالصيف تستغل هالفرصة هي تعطي احساس بالمسؤولية يعني نوعا ما، انه شو الامور اللي بدها اياها هي كل السنة، الكهرباء، المياه، انه ما يخلي المي مو. الغاز تنسى الغاز، هي احيانا ممكن تشعل الغاز بالمطبخ تكون قالت لي نسيت الطبخه نسيت الطنجره، تسمعهم انه هي غلط، فالولد بيذكر امي انت حاطه هون
خلينا نقول استاذ اليوم نعم. يعني هي العطله فرصه لحتى نقرب اكثر من اطفالنا ونشاركهم المسؤوليات ونشاركهم هي التفاصيل الحياه اليوميه، لكن اذا بدنا نقول على صعيد اخر اليوم في نشاط بدني مطلوب من الطفل انه يكون دائما ممارس لحتى مثل ما قلنا ما يصيبه خمول، ما يصير طفل انطوائي بنفس الوقت نحن بنبقى بالبيت ان كان على شاشه التلفزيون ان كان على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم عم نشوفها كثير بشكل كثير كبير. اليوم كيف فينا نختار النشاط البدني ونحقق له نوع من المتعه والفائده للولد خارج نطاق المنزل وخارج المشاركه بهي التفاصيل؟ طبعا نحن هلا حاليا مثل ما حكيتي يعني نحن وسائل التواصل الاجتماعي والالعاب اللي عم يجيبوها الاهل لاولادهم هلا هي الشغل الشاغل، نحن التكنولوجيا قضت على كل شيء اسمه فراغ، ما عاد عندنا فراغ بصراحه. اذا قلتي لواحد عندك فضاء عندك فراغ، ما عاد فضاء يتواصل مع اهله، ما عاد في زيارات حتى داخل الاسره، ما عاد في فراغ. فلذلك نحن الانشطه اللي مثل ما قلت لازم الام تكون هي اللي تنظم تحط برنامج الأنشطة، ممكن تستفيد من الانترنت، تستغل بعض الألعاب، تستغل بعض المواقع اللي فيها للأطفال أغاني يتعلمون عزف، في مواقع جدا مفيدة إذا قدرت الأم توصل تعرفها، يكون عندها ثقافة، كل أم يجب أن يكون عندها ثقافة في أعمار أولادها. شو عندها أولادها؟ من الأول السادس عندها ثامن تاسع سابع ثامن، هدول فترة مراهقة. خلينا عن هدول الأشخاص الأطفال يلي عندهم مرحلة انتقالية بحياتهم سابع ثامن تاسع، هون الأهل كتير بيحتاروا شو بدهم يعملوا مع هدول الأطفال، يعني هلأ هاي المرحلة كتير حساسة بتكون ما بيعرفوا يريحون شوي من الدراسة والدورات التعليمية ويعطون هيك بريك ولحتى يرتاحوا من الستريس يلي مرقوا فيه خلال الامتحانات وياخدوهم على نوادي ترفيهية، هون شو الأنسب؟ شو بتنصحي الأهل هون ليتعاملوا مع الأطفال المرحلة الانتقالية، نوادي ترفيهية ولا يرجعوا على الدورات التعليمية؟ يعني احنا بدنا نحاول نحول هالعطلة لنوع من الترفيه، ما يكون فيها ملل ولا يكون فائدة لهم وفائدة. إذا عنده أحد الأولاد تقصير بالكتابة بالقراءة بالأمناء معلش، هلا أنا حاليا بالشارع إذا مشيتي بتفكري دوام مدرسة كله رايح لعند أنسة، هذا يعني الشيء صح؟ طيب ما لازم الطفل ياخذ بريك؟ يعني أنا ما بعرف الأهل ما عاد عندهم ثقة بالمدارس، ما بعرف يعني مع إنه مناهجنا سهلة وما بدي شيء غير الأم تقعد شوي مع أولادها، ما عاد قعدت الأم، انا ما بعرف ليش يعني هالتقليد، يمكن في عالم بحاجه ما عاد في وقت، ما عاد في هيك انه ما عاد في ثقه بالمدرسه، فبتشوفي بعدتهم مو اول وثاني والله عم شوفوا الرايحين هلا تعلم لغه نشاط ذهني رياضيات، في تعلم الحساب الذهني هذا حلو مفيد يعني للمخ وكل شيء، لكن مو من اساسيات المنهاج يعني، والله شو فائدتي عرف 13 ضرب 13 بس بساعد على سرعه البديهه على التركيز له يعني كثير فوائد اكيد. يعني نحن هلا ممكن الام تعرف ابنها بشو مقصر، بتعمل له دورات لهالامور الهي اللي منقص فيها، بس مو كل الوقت، حرام طفل عنده طاقه يجب ان يفرغها باللعب، ان يلعب كل شيء بيحبه بالصيف، يلعب كره قدم، سباحه، ان يعزف، ان يرسم، يعني انت الام تستطيع تعرف بنتها بتحب تغني، البنت الثانيه بترقص، الثالثه بترسم، طيب عندها صبيان بالبيت كل الصبيان بيحبوا الحركه، رياضه، كره قدم، سله، في عنا حسب انت وين مو ساكنه مثلا، لاعطيكي مثال حسب القدره الماديه، خلينا نقول حسب المعهد اللي قريب عليكي، معهد كاراتيه هلا انا بشوف اطفال مارين من جنب بيتي كله لابسين ابيض كله ما شاء الله، او حاملين اله عم يعزفوا منيح، من هي الجهه في ما نادي للتعليم الكاراتيه، ومن هي الجهه تمام عزف موسيقى، بينما السباحه بده يطلع يروح لمكان بعيد على نادي الجلاء، فاذا نحن الاهل هم نفسهم بيقدروا يبرمجوا لاولادهم يستثمروا، فانا لما بعرف عشت طفولتي مثلا بيقول انا كثير، بينما في عنا اطفال بالشارع زابق صغير عم ينططوا بالطابه بيطلع عليهم واحد عزابي قاعد بيعيط، تسمعي يا اولاد مين هكذا، يا اما في العاب سابقا كانوا يلعبوا دحديل هي بالارض او هي هيك، كل شوي كل زمن عم تتغير، هلا صار كلها لعب قاعده قدام الكمبيوتر وهي غلط، فنحن مو كل الاهالي قدرانين يجيبوا لاولادهم كمبيوتر، هلا الوضع الاقتصادي لحالته مرفع هو اللي حاطط ابن وحيد قدام الكمبيوتر، فهذا حينعكس عليه مو عرفان انه الدلال الزايد ممكن يضره، ممكن يضر يعني بالمستقبل، المعرفه مو هي كل شيء، يجب انه يندمج بالحياه، يكتسب اصدقاء، يتعلم مهارات جديده، مضبوط انا صرت اعرف اكثر من لغه عن طريق النت، تعلمت الورود، تعلمت الطبخ، لكن يجب الاندماج بالمجتمع، وين؟ عن طريق تكوين صداقات، بيطلع نزهه، بالنزهه بيكتشف، بيتعرف على هذا وهذا. طيب سجلته امه نادي كره سله،
تعرف على صداقات جديده. طيب ما قدرت الام تسجله، بتنزلهم على الحديقه كلهم، في حدائق عامه كثيره مجانيه. طيب معقول ما لازم نخصص مكان او وقت لتحضير للسنه اللي جاي، يعني سابع ثامن تاسع كثير فتره حساسه، ما لازم هون يعملوا دورات تدريبيه تعليميه يحضروا للسنه اللي جاي؟ نحن هدول اللي عندهم شهادات السنه الجايه طبعا مستنفرين مع اولادهم، بتقول لك من هلا بتلاقيهم عندهم متوترين، يعني مين بيوتر الطفل والطالب؟ الاهل. عندك شهاده دير بالك، البكالوريا بدها هز، بدك يعني اخوك تعب اختك، يعني احنا الاهل هن اللي بيحطوا عند هالهول، والا هو عم يدرس وشاطر ودراسته منيحه مثل ما قلت لك، يعني فجاه يلا بدك تسجل بهالمعهد رياضيات عربي فيزياء كيمياء، انت ما كانت علاماتك منيحه، مع انه هو بيكون منيح الطالب او الطالب. فنحن الاهل مفروض ما يضغطوا على اولادهم، يطلبوا، يجب ان يكون في استراحات بالصيف مثل ما قلت لك، لازم يطلعوا يتنزهوا، زياره تواصل صله الرحم، يعني انا بعتبر العطله الصيفيه مناسبه، مو كل العالم عندهم ضيعه، عندهم اقارب، عنده ست وجد، مو الكل، مو كل الاطفال عنده ست وجد، بجوز يا اما متوفين او مسافرين، فلذلك الام مضطره تكون وجها لوجه مع اولادها. في عنا الاوريجامي، هي نوع من الفنون الرسم، طي الورق، شو في توالف عندها بالبيت، تقدر تعمل اشكال والوان من الاوراق، يكون عندها لاصق وتعلمه، هي وحده. التلوين من ملاقط الغسيل، من التوالف، يعني اذا الام عندها هيك هوايه، ام هوايه الطبخ، تعلم بنات الطبخ، هوايه صنع شغلات بالبيت، تعالوا نساوي نسيج كنافه، قديما كانوا يعملوا بالنسج الصوف طبعا الدانتيل، هي قديما، هلا ما عاد في، كله عم يتبعوا على الانترنت، شو في شغلات، اما رسومات، اما انه يعمل معرض او يتعلم العزف على اله. فنحن عندنا المجتمع تقليد، يعني بصير يقلد اولاد عمهم، ولا كلهم عم يتعلموا العزف على الجيتار، ليش ما بسجلهم؟ معلش حلو، لكن انا مستقبله حيعزف على الجيتار؟ لا، مستقبله ده اهم شيء يطلع بارع بدراسته. شايفة أنا خطه منيح، في دورات للخط حالياً، يعني نحن نتجه نحو نشوف شو نقاط، امرأة عندها أبناء صعوبات تعلم، تنشطه، تفرحه، تحاول تدمجه مع أطفال من نفس العمر، يضحك، ينبسط، يعني نحن عندنا ما بتعرفي الاندماج مع الأصدقاء من نفس العمر، الأقران بيتعلم كثير، يعني هاللي طفل بعد لسه ما نطق عمره سنتين، دمج مع الأطفال من نفس العمر بيحكي، بيصير يحكي، بيتعلم منهم. فنحن الكبار حتى بحاجه للتنفس مع صديق معين، صديقه الى اخره، لو بالكلمه بيستفيد الواحد خبرته بالحياه اكثر من خبرته بالدراسه، تعي ليلا نهارا مع الكتاب وحاليا موبايل، حاليا طالع شغله اسمها العفن السرير، يعني هو قاعد على الموبايل ليلا نهارا، شيء عم يعمل لايك سيلفي وهو قاعد على السرير، قاعد على الكنبه، قاعد بنفس المكان، ما عم يتحركوا، حتى ما عاد في عندهم اكل معين، قله غذاء، قله تواصل، قله جوا البيت، صار موعد الطعام نحط هالاكل بسرعه مستعجل. فنحن هي الام هي ربه المنزل، لاحظ الام مدرسه، تعلمهم حفظ ايات قرانيه، حفظ قصائد، حفظ اشعار، يعني انا بعرف انا بصغرهم اولادي كلهم الصبيان بسلامتهم، فكنت بفرغه غرفه يلعبوا طابة، ما كل الوقت بحكم عملي اني اخذهم على نادي ولا علمهم، يعني ابني هلا الكبير هلا بيأنبني ليش ما سجلتيني موسيقى؟ انا بحب الموسيقى، انا بدمي فبزورهم، ما كان في بحارتي لا معاهد ولا في فنانين يعلموا، هلا كثروا صراحه، يعني لما عنده وسائل كثيره لتفريغ نشاطه. طبعا هون بحاجه للماده، مو كل الاهل معهم يدفعوا لاولادهم، لذلك على الام ان تلعب وترقص مع اولادها وتغني يعني معهم وتحاول انا هي رايي، لماما وتنزل معهم كل يوم مشاوير، نزهه على الحدائق، في عندك حديقه شيرين، حدائق بكل مجال بمناطق دمشق، عندها ضيعه قديش بتتحمل، اذا ما عندهم بيت بالضيعه بتزور امها وابوها جمعه، وخاصه اذا كبار بالعمر من الصياح والصريخ بتلاقي، فنحن شموا هوا، شافوا الاقارب قديش بدها تزورهم يوم يومين وهكذا، بيرجعوا البيت، صارت وجهها لوجه معهم، انت كتب، انت اعمل، ساوي، تجي على المطبخ، ساعدتهم تصدقي اذا علمتهم كيف يساعدوها بالبيت تستفيد، يعني انت مسك القشاطه اعمل هون، انت يا بنت اعملي بدنا نساوي اكل كذا، حتى لو ما عطتهم يعني ما طلع منيح بيتعلم، يعني انا يجيني صبي يعني عمره مع المشاركه إيه عمره 10 11 ما بتعرف كت بصله او بندوره او كذا، يتعلم هيك كيف استخدام الادوات الحاده، الغاز، تنظيف، ما يخلي كاسه وراه ياخذها على المطبخ، يعني هالامور هي شوي شوي بتلاقي حالها مرتاحه بس يكبر،
يعني كل شيء هو صغير تعلموا امر صواب وخطا. فمثل ما قلت نزهات وعد الاهل اولادهم ياخذوهم على البحر وما اخذوهم. يا لطيف كل السنه بدها خطه 50 يوم روحت البحر يعني وعد مو شرط مو شرط يكون لازم البحر اساسي. في عندنا مسابح يعني هلا بتشوفيهم ما شاء الله المسابح الصيفيه كلها شغاله مبالغ رمزيه مو هالقد يعني. فلذلك نحن الاهل عليهم ان يعدوا اطفالهم يكونوا صادقين بالوعد. هي اهم شيء انه ايه انه اليوم حامل لكم كيك، حامل لكم حلويات، حامل لكم هريسه اللي بيحبوا اولادها، رز بحليب، هاي مكافاه اذا كانوا قاعدين ما عملوا ضجيج. فنحن منين بيجي العراك والصراخ بالبيت والضجه قايمه قاعده منين؟ الام عرفانه تستغل. فطابات صغيره، امور خاصه بالبيت، ما يكسروا زجاج بلو، وموضوع اللعب قدام البيت والله هي انا ماني شايفتها جريمه يعني. يعني لازم الجيران يعني يقتنعوا انه هالطفل حرام ما عنده غير هالمكان. كثير ناس بتقول لك بتضايقوا، بيخافوا يضربوا سيارته، بيخافوا يضربوا شباكه، وانه بتشوفيه عم يركضوا يعني ما في هداك الاذى يعني، خاصه يعني رابع خامس سادس. اما الكبير ببعد بيروح كمان. فيها تجيب اصدقائهم على البيت على فكره يعني، انا مو كل الاصدقاء بينجابوا، لا رفاق مو رفاق السوق بتعرف يعني. فهي يجب تكون الام عندها ثقه بهالصديق له بالمدرسه، حارتهم كويسه والثقه فيهم، تعطيهم المسؤوليه، تفرغ لهم طاقتهم، تعلموا مهارات جديده، بيتعلم مهاره الحكي، معلومه جديده من رفقاته من الصديق اللي معه بينصحه اعمل هيك ساوي هيك. أكيد. فنحن في امور تتعلق بتقليد هلا حاليا، بيقلدوا باللباس، بيقلدوا بالحكي، بيقلدوا. فبيقول له انا اليوم شفت مسلسل، شفت كذا، تابعنا امبارح مع الاهل. شو بيتابعوا بالبيت؟ بده يتابع الولد، ينتبهوا على اولادهم، مراقبتهم اثناء متابعه التلفزيون. وعلى فكره هلا بالصيف المقصود صيف صار في سهر، ما عاد في نوم، كله عم يسهروا مع اهاليهم ما شاء الله، واحده تنتين الى اخره. لهيك عم يطالبوا انه الكهرباء تكون موجوده. هلا صارت نعمه قطعه الكهرباء، يعني انا بعتبرها احيانا نعمه قطعه النت. شوفي قطعه النت، قطعه التواصل الاجتماعي لفتره، بعتبرها نوع من النعم ان شاء الله. الاهل بكره كمان رح يكون عندنا مواضيع عن تنظيم النوم وتنظيم الوقت من اول وجديد مع عوده المدارس هيك يعني. انتم مشان تشوفوا شوي يقعدوا معه، تشوفوا اولاده شو مشاكلهم، نقاط ضعفهم. بنتها بتقول انا حابه هيك، بتمنى اصير. ما في اولاد بيحكوا عن حالهم عن مشاعرهم، الام بتستفزه وتحاور وتقعد معه، خاصه على وجبات الطعام، انه هالاكله طيبه كل منها، هي مفيده. أكيد. بس يكبروا هي ما بحبها، هي ما بدي، صار الدلال، عرفتوا كيف؟ فنحن لازم الام تعلمهم كيف يوازنوا ويشفقوا على الاهل بالميزانيه، يعني ميزانيه. أكيد. البيت هلا حاليا انه كلهم بدهم طابه، كلهم بدهم عزف، لا وحده منهم اختار شغله. يا أكيد أستاذة إسراء، اليوم الأم مثل ما بتعلم أطفالها والأب كيف بيكون شريك وأب ناجح، كل هاي التفاصيل أكيد رح نحكي عنها بشكل مطول أيضا بحلقات قادمة. خلص الوقت للأسف، بدنا نقول لك شكرا كثير لك. شكرا لك أستاذة.